راه وليدي حنا جلسنا ما خير وسلام، الوالده نعسة وانا جالسة، كانوا نهضر معاها الزغ هي نعسات قد شوية، كنشوف داك الشيء مظلم، كيقول تقول انا قلت واش شي موتور واش شوف، من كنسمع الحيط طاح، هاد الحيط هذا طاح الفوقاني، من طاح داك الحيط الفوقاني نط الوالده، انا حنا في هاد البيت رقم واحد كنجر فيها، طاحت عليها البريكه في الراس، انا كنجرها طاح يلاه جريتها، طاحت لها الاخرى على يديها، راه دركا كلها مبياسه، يلاه قلت لها امي نوضي، قالت لك خليني نموت هنا، قلت لها لا يا امي يلاه والله ولد مع ال 11 ال 11 ودقيقه ولا ال 11 و10 هكاك النيشان. لا حنا في البيت غير انا والوالده فهاد، ولكن قالوا لك ماتوا الناس، قال لك ماتوا، نيت فعلا كتجي هذيك الاموات كتهز الاموات، مات اه ماتوا الناس، وهاك تشوف راه كتشوف شحال شحال اللي طاح، وكون نوريك البيت تدخل تشوف البيت، يلا تشوف البيت، البيت رقم واحد طاحت البريكه وبغات طيح علينا واحد السريه، قلت كنجرف الوالده كتقول لك لا خليني نموت هنا، خليني، قلت لها نوضي امي راه الزنزال هذا، قالت لك لا غير يلا، انا جريتها وصلت الباب، طاحت طاح هذاك اللي من الفوق عند الباب. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.